مرحبا، اسمي أسامة غير سلاوي، عمري 26 سنة، أقدم مهندس باحث في لوكسمبورغ انستيتيو اوف ساينس اند تكنولوجي. حاليا نحكي العربية، نحكي الفرنسية ونحكي الإنجليزية، والقدام إن شاء الله باش نتعلم اللوكسمبورجوا. حاليا نخدم في تسكي سيكوريتي ترانسبارونس و تراسابيليتي في لي سيستيم اندستريال. باش نجي لوكسمبورغ سا ايتي ان شوا، على خاطر لوكسمبورغ لهنا انفيرمون ملتي كولتوريل، il y a des chinois, des français, des allemands, des belges et même des tunisiens. دونك بالحق حاجه تشجعك انك بيجي لهون وتختلط باللي ديفيرون كولتور. لوكسمبورغ بلاد صغيره قريبة من فرنسا، من ألمانيا، من بلجيكا، تنجم تماما تمشي للبلدان هذوما. و أوسي في لوكسمبورغ ترونسبور بلاش، دونك يا جماعة يجيو لهون يراو ترونسبور بلاش. اخترت ليست على خاطر لهنا نعمل في ريشيرش، مش ريشيرش تيوريك زاد ريشيرش ابليكي. و لو بلوز امبورطون بور موا على خاطر لهنا عندهم بلوزيور بروجي بلوك تشين اللي هي سبيسياليتي نتاعو اللي نحب نكمل فيها. لهنا في ليست عندك دي بيريود تبدا فيهم ستريسي بالوقت استيتيرا، خاطر تبدا عندك دي بروجي ديدلاين اتسيتيرا، هذا موجود في لي زونتربريز الكل. مي البلوز امبورطون لهنا انك عندك وقت ليبر تنجم تعمل فيه اللي تحب، لي ريشيرش اللي تحب عليهم، وتلقى انكوراجمون و سيبور. الطقس يا جماعة هوني راهي دي ما ثلش. بالحق تونس وجو تونس والبحر متاع تونس ما فهمش لهنا. هنا في لوكسمبورغ كباحث تلقى أول حاجة الدعم المادي ساهل ياسر هنا باش تلقاه، باش تبحث في الدومين اللي تحب عليهم. وأسي لهنا البحث والريشيرش سيت اون ديسيزيون بوليتيك، لهنا الغوفرنمون في لوكسمبورغ إل سيبور إل إنكوراج البحث العلمي سيرتو في البلوك تشين. الماكلة يا بابا، على الماكلة كانت مخميخ نتاعنا الكسكسي والعجة، هوني ما فماش.